مرة تانية بنرجع وبنحتفل بضيف وفنان وشخصية من كل المستويات ومن كل الجوانب. هي شخصية مميزة جدا. احنا من 5 ساعات قلنا للناس، ولا ما قلناش من بدري على فكرة، 5 ساعات بس قلنا ان معانا فنان كبير وجميل بقيمة الفنان الكبير محمد ثروت. ومن وقتها وكتير من الاسئله جت، بس عايزه ابتدي معاك يا حسام. الحقيقه طبعا اولا كل الاسئله اللي جت لنا، طبعا انتوا النهارده معاكم زئرو، انتوا معاكم جميل جمال. الحقيقه احنا النهارده معانا فعلا فنان جميل جمال. جميل جمال مش عادي الحقيقه. ليه؟ اولا لانه فنان كوميديان خاص، قدر ان هو يفرحنا خاصه في اوقات شويه صعبه. يعني اعتقد انه كتير من العائلات كانت متجمعه حوالين اللعبه في الفتره اللي فاتت، وانا منهم الحقيقه. جميل جمال كمان لانه الحقيقه برضه ليه مدرسته الكوميديه الخاصه، واللي ما جاتش من فراغ، جت من رحله ومسيره طويله ومسيره كفاح، وانا هنكشف بعض التفاصيل بدايه المسيره دي، لان الحقيقه مسيره ثريه جدا وفيها شقه برضه، لكن كمان فيها انتصار في النهايه انه اصبح كوميديان من اهم كوميديانات الوطن العربي الان. احنا النهارده معانا جميل جمال، وان شاء الله تكون هذه السهره جميله. جمال مش عادي، ميرسي جدا على التقديم الجميل محمد ثروت. والله لا، انت فعلا مصدر سعاده لينا في الفتره اللي فاتت. ميرسي جدا والله. واللي تابع الهاشتاجز والصور طبعا هيلاقي انه انت الميمز بقت في كل حته. الميمز ده حاجه اللي لا ده احنا هنشرح الصور اللي افهاتك برياكشناتك في كل حته. منورنا في التاسعه. نورك. ايه نجاح كبير في اللعبه ده؟ والله كرم ربنا، الحمد لله رب العالمين. يعني احنا لما جينا عملنا اللعبه الجزء الاولاني لقينا نجاحه، والحمد لله جاب صدى مع الناس كتير جدا. فلما ابتدينا الجزء الثاني كنا حاطين ايدينا على قلبنا بسبب الموضوع دوت، ان هو ساعات ممكن ما ينجحش الجزء الثاني اكتر من الاولاني. فابتدينا ان احنا نشتغل على السيناريو اكتر، ابتدينا ان احنا نجيب افكار اكتر احسن من الجزء الاولاني، والحمد لله نزل ليفل الوحش. ليفل الوحش بقى هو اعلى من الجزء الاولاني، والحمد لله يعني نزل الجزء الثاني ولقى صدى مع الناس، والناس انبسطت الحمد لله رب العالمين. وده اللي بيخلي بقى الناس دينا تسال، وبعتوا لنا كتير انا ودينا النهارده اسئله. هو الجزء الثالث ده اكيد ولا مش اكيد؟ لان انت عملت سؤال وقول لنا الناس قالت لك ايه. طيب ده فعلا يا رب باذن الله. لسه بنشوف برده الاسم المؤقت بتاعه، لعبه مع كبار. اللعبه مع كبار اعلى من ليفل الوحش المفروض. هتودونا فين تاني؟ فلسه بقى بندور على افكار اجدد من الجزء الاولاني والثاني، عشان يبقى على نفس المستوى بتاع الجزء الاولاني والجزء الثاني ونفس المجموعه مكمله. ده اكيد، يعني اللي هو الحته اللي هي بتاعه الفرقتين، فرقه مازو وفرقه وسيم. ففي هيعملوا ايه الجزء دوت، ايه الكومبيتيشنز اللي هتبقى بينهم بعض، يعني هتبقى عامله ازاي، هل في جديد، هل في كده. فلسه بنشوف الاحداث عامله ازاي، هل في انتقالات. يعني ما نعرفش لسه هتلعبوها ازاي دي، والناس كلها هيلعبوها. بنحاول نجيب الاجدد عشان يعجب الناس اكتر باذن الله رب العالمين. طيب احنا اتفقنا على حاجه انا وحسام كده. انا قلت انا بصراحه مش عايز اسال عن الاعمال والحاجات الحلوه الكتير. ماشي. انا عايز اسالك عن حاجه انا بحسها انا شخصيا، دي انه في فنانين الناس تحسهم شبهنا. فنان الشعب. انت شبه الناس قوي. والنهارده من اول دخولك للاستوديو واحنا شايفين ده جد، احنا عارفين جدا ان الكوميديان نوعين. في كوميديان اللي هو جد كده في الحياه، لكن يقف على المسرح مثلا او يقف قدام كاميرا يبقى كوميدي. انت كوميدي قوي على طول كده. والله كرم انت النوع الثاني اللي هو شكله كده وشخصيته كده وطريقته دي العاديه، وبسيط في التعامل مع الناس. ربنا يخليك على كرم ربنا. يعني لا ده انا مش بمدحك، ده انا لسه حاسه. استنى يا رامت مقدمه ولسه هيجي سؤال. لا ده حقيقي، لانه ده طول الوقت بيخلينا نقول طب الشخص اللي هو بطبيعته لطيف ومرح وذهنه حاضر طول الوقت، ال 20 افيه انت قلتهم لنا قبل ما نبتدي، يبقى السكريبت بيتكتب لك ازاي؟ يعني الافيهات بتطلع عامله ازاي؟ واللي بيكتب والجزء بتاع محمد ثروت بتعمل فيه ايه؟ في اللعبه مثلا اخبار الافيهات ايه؟ بص يا فندم، هو اللعبه مكتوب سيناريو وحوار، او التراك اللي هنمشي فيه على القصه ذات نفسها. بيجي بعد كده اللي انا بعد ما اقرا السيناريو بيبقى اجتهادات شخصيه. بمعنى ان احنا ساعات بنعمل حاجات ارتجاليه بتبقى متفق عليها، طبعا مش اي كلام. مش بفاجئ طبعا الفريق. لا خالص طبعا، لان في كاميرات وفي مخرج وفي ممثلين جنبي، فما ينفعش ان انا افاجئهم في وقت التصوير. فبنعمل بروفا عليها والناس بتضحك عليها، اللي بيضحك بنثبته، اللي ما بيضحكش بنرميه. قلشت مننا تبقى دي باظت. بلاش دي وحشه وبتاع.